المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد مع مبعوثة الاتحاد الإفريقي الخاص لوكالة الدواء الإفريقية أما. معالي الدكتور ميشيل سيديبي هو المبعوث للوكالة الأفريقية للأدوية، وطبعا الصديقة العزيزة دكتور مارجريت من مفاوضات الاتحاد الأفريقي، وبرحب بهم في مصر. والحقيقة كان النهاردة اجتماع مهم جدا. دكتور ميشيل معني باتفاقية الوكالة لإنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، ودي طبعا كان لما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في 2019، كانت بداية التفكير في هذه الاتفاقية، ونجحنا على في أغسطس 2019 إن احنا نبدأ إن احنا في التوقيعات. احنا النهاردة كثير من الدول الأفريقية وقعت عليها. النهاردة مصر بتعلن موافقتها على الانضمام لي أو على العمل مع الأما أو الوكالة الأفريقية للأدوية، وإن شاء الله إحنا بنسعى كمان إن إحنا نحاول إن يكون مقر هذه الوكالة في القاهرة بإذن الله. أهمية الوكالة الأفريقية للأدوية أو المنظمة الأفريقية للأدوية إنها بتوحد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكين الحكومات من والقطاع الصحي في الدول من التصنيع والاستثمار في الأدوية، وده طبعا بعد مرور العالم بجائحة الكورونا. وقد كده اكتشفت الدول وبالذات الدول الأفريقية أهمية إنها تكون عندها قدراتها التصنيعية والتشريعية لتبادل الأدوية واللقاحات. فهنا جه دور الأما. الحقيقة احنا مرحبين جدا بانضمام مصر لهذه الاتفاقية. مصر هتشتغل من خلال الأما على انها تكون صرح كبير جدا يخدم الشعوب الأفريقية. الإرادة السياسية في مصر بتدعم والقيادة السياسية بتدعم هذه المنظمة، وإن شاء الله على القريب في القمة الأفريقية القادمة يتم إقرار هذه الوكالة من القادة الأفارقة بإذن الله. تاني أنا برحب بدكتور ميشيل سيديبي وخلفيته الكبيرة في إن هو كان بيشتغل على مدى 10 سنوات، كان رئيس اليو إن إيدز وهي أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، عنده خبرة كبيرة جدا وكان وزير صحة مالي في وقت سابق. خبرته وإيمانه بدور الشعوب الأفريقية في تطوير أنفسها وكونه مبعوث لهذه الاتفاقية، احنا الحقيقة نجد ان دي فرصة كبيرة جدا. شخصية عظيمة زي الدكتور ميشيل داعم لهذه الاتفاقية، فاحنا بنشكره بالنيابة عن الشعب المصري وبنرحب به في بلده الثاني، وان شاء الله دكتور ميشيل يقدر يقود هذه الاتفاقية لترى النور ان شاء الله في شهر فبراير القادم من خلال تبني القادة الأفارقة لهذه الاتفاقية. طبعا ما فاتناش ان احنا نعرب عن دعمنا الكبير جدا لكل الدول الأفريقية في ان احنا نمدها بالأدوية واللقاحات، وان شاء الله احنا طبعا تصنيع اللقاحات في مصر جزء منه هيبقى بعد الاكتفاء الذاتي هيبقى موجه حسب الاتفاقية اللي احنا ماضيينها للشعوب الأفريقية. ان شاء الله خروج العالم من خبرة الكورونا هيؤدي إلى نمو وتطوير الصناعات الدوائية وخاصة في قارة زي قارة أفريقيا. هو طبعا كمان أشار لأن مصر دورها محوري جدا في القارة الأفريقية وإنها من أكبر دول القارة في تصنيع الدواء واللقاحات، وبالتالي هو يعول عليها أهمية كبيرة جدا، وانضمام مصر لهذه الاتفاقية هيكون له أثر كبير جدا على الشعوب الأفريقية. بشكر دكتور ميشيل سيديبي وبرحب بيه جدا، وبشكر دكتورة مارجريت برحب بيها، وإن شاء الله الفترة الجاية تشهد مزيد من
التعاون. هو طبعا زيارة الدكتور ميشيل هتتضمن زيارة لشركة فاكسيرا للتعرف على الانتاج اللي احنا بننتجه دلوقتي خاصة في لقاح الكورونا، كمان زيارة لهيئة الدواء المصرية، واخيرا زيارة لمصنع او لمدينة الدواء اللي سيادة الرئيس افتتحها من شهرين، وهي صرح كبير جدا كل افريقيا بتعول عليها في الانتاج وفي انها تغطي احتياجات جزء من احتياجات القارة الافريقية. برحب بالدكتور ميشيل واتمنى ان هو يعني سيب له الفرصة ان هو يدينا بريف عن الاجتماع. اتفضل الدكتور. Thank you very much, Honorable Minister. Just to say that the meeting we had was an excellent meeting. It was an opportunity for us to be briefed on what is going on in Egypt, how Egypt has been able to establish a hub of medicine production, how Egypt is capable today to give almost 90% of their production, local production for their people. So this experience is key for us. We are here to learn from that because African Medicine Agency will not be just a new big house, bureaucratic house. It's about creating a sovereignty for our continent. It's about to have a common political voice and to reduce dependency. You know, with the COVID, today we can really see and learn quickly that if we don't produce our own medicine, if we don't produce our own vaccine, we will not be able to protect our people. Today, Africa is producing only 3% of the medicine we are consuming. And if you take Egypt out of that, the rest become little. And medicine today is not just about drugs which we are giving to our people to save them, but it is an opportunity to create a job. With a trade agreement a treaty which has been signed, we can really move from one country to another country in the continent, integrate the economies, and make sure those medicine can be going from Egypt to different places. So African Union is doing all they can to make sure that African Medicine Agency become a reality. Today, medicine is representing almost, I said, $1,400 billion market. But Africa is representing only 0.7% of that market. We can create a job. We can also, with this African Medicine Agency, Africanize research and development, which is very important. Taking advantage of what is being done here to transfer technology in different places, mutualize competencies, and also fight against fake drugs, which is common in different places. Harmonize our system, refuse fragmentation, and also demonstrate that we can produce our own vaccine. Today, Africa has only, I said, 15 million people out of 1.3 billion people who receive two doses of COVID vaccine. We cannot continue. That's what we call vaccine apartheid. Some people have, some people don't have. So it's important that Egypt will become amongst the first countries to ratify this treaty and join the group to establish AMA. And I was so proud to be here. And I want to say this is one of the first attempt to really demonstrate that we will be going in terms of reducing our dependency vis-a-vis other parts of the world by mutualizing our competencies. Thank you very much.